موعد ثانوي صرنا بننتظره كل سنه، وكندا دايما بتكون عم بتواكبه، واللي هو الجاردن شو بسبق الخيل. اليوم رح نحكي عنه اكثر بارض وورد. كندا صباح الخير. صباح النور. عن جد صرنا بننتظره. ايه. وما في شك انه سبق الخيل اللي هو منطقه بتطير العقل، يعني مش منطقه سوي نوعا ما مثل ميدان بس نص مدينة قد ما فيه خضار وجماله كتير كبير. لقيت بيروت إذا فينا نقول، وموقعه يلي هو يعني بوسط العاصمة كمان، والوصول له سهل من كل كل مناطق العاصمة، ومثل ما قلتي هو مساحة خضراء جميلة جدا، ومش دايما بيتسنى لكل الناس إنها تقدر تفوت وتزور هالموقع هيدا. هيدول أيام حلوة كتير، أيام مهرجان الربيع مثل ما مسميينا The Garden Show and Spring Festival. بدي أذكر أنه هو ابتدى نهار 3 ب 24 شهر ومكمل لغاية 28 أيار. كل يوم بيستقبل الزوار من الساعة 5 لحديد الساعة 11 مساء. وهالسنة غيدة الحلو فيه، يعني بعرف أنه كل يلي بيروحوا بيزوروا الجاردن شو من سنه للتانيه بيشوفوا انه في كثير اشياء عم بتكون موجوده كل سنه وصاروا معودين عليها وبينطروا انه يروحوا يزوروها، ودائما في اشياء جديده. من الاشياء اللي دائما بتتجدد هو موضوع المهرجان والمعرض بكل سنه، وبكل سنه اللجنه بتجرب تلاقي موضوع يكون بمس بكل شخص عم بيزور هالمعرض. هالسنه كان لفتة لنباتات نسيناها شوي، وهي الفل، الياسمين، المرجان. هالنباتات يلي كنا كتير نشوفها ببيوت بيروت القديمة وبطلنا عم نشوفها، حتى بطلنا عم نشوفها بالمشاتل لأنه ما بقى عليها طلب كتير. حبت لجنة هالمعرض أنه ترجع تلفت الانتباه لهالنباتات، وفي كتير نشاطات متعلقة بهالموضوع، ولكن كمان في كتير جنينات جديدة وكتير أفكار جديدة لجنينات وتصاميم، وعارضين كمان بيعرضوا أحدث ما عندهم بالجاردن شو. رح نشوف هالروبورتاج سوا عن المعرض لسنة 2016، ونرجع نحكي عن موضوع الجاردن شو وهو الفل والياسمين. نشترك بالجاردن شو. هالسنة قررنا نعمل شيء كتير ملون، هيك رح تبلش الصيفية، وقررنا أكتر نكون متكلين على القصص اللي كل مدام فيها تكون حطتها بالبيت، اللي هن مثل النعنع، القصص اللي فيها تكون موجودة بالبالكون وتستفيد منها كمان بالطبخة. استعملنا نعنع، حاطين كمان قصص زعتر وهيك شتل حر، واكثر قصص تقدر تستفيد منها مع الفويات تبعها اللي هن موجودين هون، تقدر تحط التراب، تحط الشتلات، تسقيهم وتستفيد منها. نحن كل سنه بنشارك، والسنه بنشاركين بفكره جديده، هي فكره الاربن جاردن، يعني جنينه على سطح البيت يا اما جنينه على البالكون عندنا بطريقه كثير خفيفه وسمبل ومهضومه. في حيالها واحد يعملها، يا اكيد في يستعين بناس بروفيشنال مثلنا نعمل جنينته. نحن كثير بحاجة لجنينات على سطوحنا، نحن كثير بحاجة لخضار، فخذ الفكرة من اللي عاملينه هون. السنة عاملين ميديترينيان جاردن، يعني فيها السندين وفيها الزيتون، فيها البوغانفيلياز النيتف يعني، وفيها أكيد مثل تعمل المعرض يلي هو الياسمين. It's a small garden but it's typical Mediterranean. يعني تنوصل concept للعالم وشوي نرجعون للأشجار اللي نحنا native عنا بلبنان، يعني مثل الزيتون والسندين والياسمين. نرجع نوصل هذه السيرة للعالم. يعني نحن بكنائبة مزرعة الأزهار والشتول أكيد كل إنتاجنا وطني، مش بس الجاردينيا والفل والياسمين،
نحن تعودت علينا الناس يزورونا وياخذوا معلومات عن كيفية اهتمام بالشاتل، مش بس انه ياخذوها ويحطوها ببيوتهم، اهم شيء هو العناية بالشاتلة. قديني مثل ما انك شايفه شاتلة كثير كريمة وبتزهر كثير منيح، مش انه بس واحد بتعطي موسم واحد، بتعطي على مدار السنة اذا عرفنا اهتمينا فيها. الناس اخذي فكرة ما بيسوى النصقية كتير، هو العكس تماما، وقت الزهر لازم نصقية كل يوم للجردينة اذا قدرنا، خاصة لما يطلع هواء سخن او في حرارة قوية لازم نشبعها مي حتى ما يهروا زرارة. نحن حبينا نعمل جاردان جابوني، إذا ملاحظة كل شيء من اليابان جايبينه، هيدا البينوس الإيلكس كله ديزارب من اليابان يعني، عملنا لاك صغيرة تنخلي العالم تغير نتفة عن الأشياء الميديترانيان. نحن كل سنة عم ننزل، عم ننزل بكذا فكرة، كل مرة عم نعمل تام شيء، بس نزلنا بفكرة إنه إذا واحد عنده إسباس صغير وبده يستفيد منه كجاردان، لأنه في يطلع معه كل هذا الإسباس بجاردان صغير اللي هو في كل شيء تقريبا ميديترانيان، وفي يستفيد منه يعني، في عندك حتى فواكه، في رمان، في توت، بإسباس كتير صغير في يعمل انترفنسيون لغازون لإيكورس لحتى ماتيريال خشب. وكمان استعملنا أكوان كله جاردينيا ماس، لأنه كان تام تبع جاردين شو جاردينيا السنة. عن جد يعني نشوف لبنان الاخضر بخلال هيك هالمهرجان الكبير اللي بيصير بكل سنه بهالوقت. صحيح، وبتشوفي كمان لبنان بكل اشكاله والوانه، لانه اضافه للحدايق يلي موجوده بهالمعرض اكيد في كمان اقسام ثانيه بتتعلق بالسياحه الداخليه، اذا حدا حابب انه يتعرف على شو هن المؤسسات يلي عم تقوم بهالنشاطات هيدي، واكيد المأكولات البلديه وغيرها، وقسم للالعاب الاطفال والاشغال اليدويه كمان والحرفيه، وكثير كثير مواضيع كمان. مش هيك عم بقول انه عن جد بتحس انه هو ملتقى لكثير من الاشخاص يلي بحبوا هيك النبض الحلو لمدينه بيروت، بيقدروا انه يزوروا الجاردن شو. كنت عم بقول لك غيدا، كان اكثر شيء اذا ملاحظه بالحدائق يلي شفناها التركيز هالسنة كان أكثر شيء على الرجوع للحدائق المتوسطية، الميديترانيان جاردنز التقليدية التقليدية، وفيها تكون فيها ديزاين يعني مشغولة بطريقة حديثة، ولكن نرجع للمزروعات وللنباتات والشطول يلي هي نيتف يلي هي أصلا موجودة عندنا، وهيدي شغلة كتير مهمة، لأنه طبعا الجنينات كمان بتمرق بفتره موضه وترند وكل شيء، وبصير يعني بنجيب من برا انواع كثير من النباتات يلي يعني بنحب انه هيك نعطي لجنينتنا طابع شوي اكزوتيك وغريب وما كثير في منه. هلا اذا عم نرجع نعمل جنينات متوسطيه عم ترجع هي تصير الاكزوتيك، لانه في كثير من النباتات ما بقى بنشوفها بجنيناتنا، وما بقى عم نقدر نحدد هويه اللاندسكيب، هوية جنينتنا يلي موجودة، انه نحن عايشين ببلد متوسطي، بلد مناخه رائع وفيه نباتات اصلا يعني مطبعة لها المنطقة هيدي، وما ممكن تشوفيها بغير محل، ما ممكن تعطي الجمال يلي بتعطيه بمنطقتنا. عم بحكي اكتر شيء مثل ما قلنا بالبداية عن الفل، عن الياسمين البلدي، المرجان يلي كتير قليل صرنا بنشوفه كمان بالجنينات، كانت كل جنينة فيها عريشة يلي هي شغلة كتير حلوة وكتير من تقاليدنا، هلا عم ترجع تنحط بإطار حديث، بإطار مصمم، لأنه قبل كانت بشكل طبيعي تكون موجودة على تراس أي بيت لبناني، ولكن هلا بطريقة سوفيستيكيتد أكتر، هيك منمقة أكتر، ولكن عم ترجع تدخل للتصميم بالحدايق، أشجار التوت، أشجار الخروب، لأنه هدول كلها أشجار كانت موجودة وموجودة بجنيناتنا، وهلأ لسوء الحظ
ما بقى كثير نشوفها، واكيد شجره الزيتون يلي كثير محببه لدى كثير من الاشخاص وموجوده بالجنينات، مع اذا كان بتكون موجود حدا اللافاند يلي هي كمان من النباتات المتوسطيه والسانتونين وغيرها من هالنباتات يلي عاده بنشوفها بهالمنطقه هيدي منطقه الشمس اذا فينا نقول، منطقه هيك المناخ الحلو، منطقه الفصول الاربعه. فهيدي دعوه للعوده الى الجذور بمنظار جديد بمنظار حديث. واكيد الاسبوع الجاي كمان غيدا رح نرجع نحكي عن الحمله الوطنيه لاعاده التشجيع على زراعه الفل، وهي حمله كثير حلوه ورفت كثير حلوه من وزاره الزراعه لترجع تشجع الناس يرجعوا يشوفوا نبتة الفل، والمزارعين يرجعوا يزرعوها. وهي عملية عرض وطلب، فبدك ترجعي تمشي هالدولاب هيدا ليرجع يمشي. إذا بتسأل كثير من الأشخاص شو بتذكركم ريحة الفل، ما بتصدق قديش الأجوبة بتكون حلوة، رح نشوفها الأسبوع الجاي. بس أكترية الناس بتذكرهم بأشياء قديمة، وهيدا دليل على إنه هي من النباتات يلي شوي شوي عم تبلش تختفي، ولكن رح نرجع نشوفها. وخاصة الياسمين، أنا بتذكر كثير نحن وصغار قديش كنا نعمل عقود الياسمين، صح؟ كنا عن جد نقطفهم ونعملهم عقود، ما بقى نشوفها هيدي الشغله ابدا. نحن بنشوفك فاذا الاسبوع الجاي كنا لحظات وبتكون معنا مارينا، خليكن معنا.